شو المطالب المعيشية اليوم اللي عم تطالبوا فيها؟ صراحة كل العالم مش مرتاحة يعني، وكثير عم بيصير ضرائب. نقصنا كهرباء، نقصنا أمن. اليوم أنت بتدفع فاتورتين كهرباء، بتدفع فاتورتين تليفون. أكيد ضمان شيخوخة، طبابة، مدارس، العالم ما تموت على المستشفيات. عيب والله عيب، يعني ما ولا بلد هيك بيصير، عيب عم نطالب بحقوق هيك. أنا ما بدي شيء منهم، أنا بدي عيش، عندي ثلاث أولاد بدي عيشهم، بدي أعلمهم أحلى علم. طبابة، استشفى أكيد، ضمان شيخوخة، هول قصص كثير أساسية لكل المجتمعات، هول موجودين بكل المجتمعات بدول العالم. أهم شيء نحن هلا كمواطنين كلبنانية، نحن كتلاميذ عم ننزل بس إنه يوطوا شوي على القليلة قصة المدرسة. يعني بي صراحة عم ببق دم ليقدر يدفع المدرسة، وما فينا نفوت رسميات لأن رسميات يعني ما عندها التطور، هيدا الشيء المهم يعني يزبطون شوي بس حتى الناس ترتاح شوي كمان. يعني على القليلة أولادنا نعلمهم بمدارس منا خاصة تكون مستوى منيح، مش المستوى اللي كل الناس عم تهرب منه. طبابة، أدوية، كل شيء يعني المينيموم عم نطالب فيه. مثل كل هالشعب اللي بيطالبوا إنه خي يحسنوا للناس، يحسنوا أوضاعهم، في ناس ما عم تاكل، في ناس ما عم تشرب. إذا بدي أقول لك قد إيه في مطالب، كثير مطالب، بس الحد الأدنى اللي هو الزبالة، الحد الأدنى بالمصاري، المعاشات تعلى عن 600 دولار 700 دولار. خبز ما بيقدوا 700 دولار لعائلة بخمس أشخاص. لحقوق المحرومين منها، أول شيء الطبابة، ثاني شيء لقمة العيش. إذا كنا نجيب ربطة الخبز فيها 17 20 رغيف ب 750 ليرة، صارت فيها هلا خمس رغيف وب 1500، وبعدهم لا دولار فيه، لا شغل فيه، لا وظايف فيه، كل شيء مع المحسوبيات، كل شيء مثل ما هني بدهم. لا هيدا انا كمان انه زوجي اجنبي مش بحق لي انه ياخذ ابني ياخذ جنسية بلدي لانه عايش فيها. شو المحروم منها؟ هلا انا بعدني يعني شوي عم بقدر اشتغل، بكره بس اطلع على التقاعد يسلموا لي ان شاء الله، اخذ تعويض ضمان 20 25 مليون، بعض بحطهم هيك بحط راسي وبنام. ما هيك شو بيعملوا لي؟ جمعه جمعتين بعدين شو؟ بروح بركض ببوس من ايديهم، دخيلكم بدنا نفوت مستشفى، دخيلكم بدنا دواء، دخيلكم بدي وظف ابني، دخيلكم شو؟ عطلان هم اخرتي. لك هلا انا ماني عطلان هم اخرتي، عطلان هم اولادي كيف بدي، انا اللي جبتهم، عطلان هم كيف بدي اعمل لهم اخرتهم؟ لشو جبتهم؟ مش حرام؟ يعني انا عمري 40 سنه، بعد وقت ما خلقت لهلا، بعد ما شفت نهار حلو بلبنان، الا نحن بنبسط حالنا بحالنا، ما تفكري هني بيستينا بشي، ابدا. ابدا عن جد ابدا، انا اولادي عم بيكبروا، انا بدي اياهم يعيشوا حياه حلوه. أنا ما بدي هون يتعطروا ولا بدهم يتعذبوا ولا بيت يلاقوا تيقعدوا ولا أكل مثل الخلق ولا وركض ليل ونهار تيلاقوا أكلهم بس. ليه؟ مش مضطرين نعيش كمان الأجيال الجاية مثل ما إحنا عشناها أبداً، فيحتموا حالهم يفلوا عبيوتهم بعيش وأكبر بلبنان كل حياتي.